بسم الله. دلوقتي لو انا في الجراوند جيت ورسمت اي شكل معين او رسمت المبنى بتاع الدور الاول الجراوند وطلعت الفيرست، عايز اشوف فين الحيطان، عايز اشوف الشغل بتاع الدور الجراوند عشان ارسم زيه بالظبط. طب ازاي اعمل الموضوع دوت؟ عندي حاجه اسمها تريس اند ريفرنس هنا، بضغط عليها او مستهم بنزل هنا بلا اختيارات، بيقول لي انت عايز تشوف ايه، عايز تشوف الدور اللي فوقيك ولا عايز تشوف الدور اللي تحت ولا عايز اي دور من الادوار. ببدأ اختار انا الدور اللي انا عايزه ولا مش عايز حاجه خالص، اقول له اقفلها. تمام. وهل عايز الريفرنس بتاعي اللي هو الدور اللي انا بشف منه يبقى خفيف قد ايه، وعايز الاكتف الدور اللي انت فيه يبقى شفاف ولا مش شفاف. تمام. يعني ده بيأثر على الدور الشغل اللي انا عامله في الدور بتاعي، وده بيأثر على الدور اللي هو تحت. يعني لو انا جيت هنا رسمت وول رسمه في الفيرست، تمام، ودوس شيفت عشان ابقى ماشي اوف كو راسي لما بخلص بدوس مرتين، تمام، وجيت هنا الاكتيف ده بدات احركه هيبدا يشف بشفاف معايا. الريفرنس برضو ببدا احركه الدور اللي انا بشف منه يبدا يختفي معايا. تمام، زي ما كان عندنا في الريفت فيو رينج او اندر ليه.